انا بتاع مراجيع وبتاع فرحه، واهم حاجه عندي يعني العيله تبسط. انا لما بكون وهم بيتمرجعوا انا ساعات ببقى مشتاق ان انا قاعد اتمرجع، بس انا ممكن ايه يعني ممكن استنى لما الجو يهدى شويه واروح نتمرجع انا برضه كده. المهنه دي يعتبر شغلتي ابا عن جدا من وانا صغير. طلعت طبعا لقيت اهلي وابويا وعمامي وكده، ف زي ما تقولي مسكت فيا ماسكه في دمي، فما اقدرش استغنى عنها بصراحه. بحب الشغلانه دي يعني زي عيالي. عندي لو في ناس مثلا بتبقى شغاله معايا، لو واحد اهمل في المرجيحه وكسرها ولا بتاع مش عارف ممكن يعمل معايا ايه، ببقى اتجنن. وبعدين ما بستناش على طول، بوضبه على طول. زمان المراجيع كانت بخشب، كانت المراجيع خشب وفك وتركيب، كانت بتفك وبتتركب وبتاع. طبعا الحاجات دلوقتي بقت حديثه، حديد اتطورت بقت حاجة على أحدث. أنا مثلا بالنسبة للمراجيع كل سنة بعمل حاجة جديدة، مثلا زي مثلا إيه الشلال اللي هو النفس اللي هو دي، طبعا دي حاجة حلوة. في مثلا اللعب برضو حلوة بالكهرباء، في طيارات. زمان المرجيحة كانت بشيلن وبريزة، والنهارده رجع 5 جنيه. هو يوم العيد دوت بالنسبه لي يعني بستناه من السنه للسنه، ومبسوط قوي. انا طبعا بوضب في الحاجه وبجهز له من قبليها. انا المراجيع دي يعني بعد ما بوضب المرجيعه واجي ادهنها بجيب خطاط بيرسم المراجيع، لان طبعا الالوان دي بتبسط العين وبتبسط الزبون. فرحة العيد وبالمراجيع الألوان بيرسم حاجات ميكي ماوس وبتاع، طبعا الحاجات دي العيل بيحبها والكبير والصغير.